انا ما تصورتش ابدا ابدا انه هيبقى ب 50 جنيه. 50 جنيه 50 جنيه يعني انا قلت بالكتير قوي 20 جنيه 25 جنيه قوي. ده الاندومي ب 2 جنيه ونص وده مثلا دبل حجمه بس مستورد ف 20 25 جنيه بالكتير، انما 50 جنيه والناس ما شاء الله بيشتروا منه 7 8 10 في التحدي. بلاش دعوه بالكلام ده. صباح الخير، ازيكم يا جماعه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه بوكزاوي. انا مش هقول لكم النهارده ان احنا هنعمل تحدي سبايسي كوري نودلز الحراق وندوق والكلام ده، عشان الفكره دي اتعملت ولا مليون الف مره وتهرست في مليون الف فيديو. النهارده احنا هنعملها بس بشكل مختلف شويه. احنا النهارده هنلعب جيم من امونج اس، وفي نص الجيم ده التحدي هيكون ان كل كلايه لو انا قتلت حد، لو انا امبوستر يعني وقتلت حد بمعلقه، لو انا اتقتلت معلقه، اي ايمرجنسي ميتنج معلقه، اي ديد بودي ريبورت معلقه، مش معلقه شوكه، شوكه بالاصح، ومش هاكل طبعا بالشوب 6 انا بعرف اكل بيها بس في نص الجيم وكده رحت عايز حاجه في السريع وهوب هوب هوب فايه فهناكل بالشوكه. وقبل ما نخش الفيديو عايز اقول لك لو انت مش عامل اشتراك انزل اعمل اشتراك دلوقتي حالا، عشان اول ما نوصل 10000 مشترك هنعمل جيف اوي. هو كان حلم حياتي ان احنا نوصل 10000 مشترك قبل 2021 بس هي للاسف مش هتحصل. انا بقول الكلام ده من شهر 2 ولا 3 السنه دي وكنت حاسس ان هي هتحصل بس للاسف مش هتحصل بالمنظر ده، استحاله. فممكن على شهر 3 السنه الجايه، انما 10000 مشترك قبل 2021 اتس نوت جونا هابن. ات از وات ات از. فانزل اعمل اشتراك، ارجع اتفرج على الفيديوهات القديمه ممكن يعجبوك. البتاع شكله مرعب. انا الصراحه كنت فاكره حراق بس مش حراق قوي، اللي هو كانك بتحط هاينز هوت سوس يعني موضوع مش مولع قوي، بس اكتشفت لما اتفرجت على الفيديوهات ان هو لا حراق جامد، هو حراق حراق يعني هو اعلى ليفل نودل، اللي هو الماركه دي اعلى نودلز حراقه في السوق. السكول مش عارف ايه ليفل نسيت اسمه ايه، السكول في في مين علينا، السبايسينس ليفل بتاعته عاليه جدا ما شاء الله يعني عاليه عاليه. نعمله ازاي بقى البتاع ده؟ كوكينج دايركشنز. بوت نودل انتو 600 بويلينج ووتر اند كوك فور 5 مينتس، بليز ريموف ذا ووتر فروم ذا نودلز اند بوت ذا ليكويد سوب ان ذا نودلز، ستير اند فراي فور 30 سكندز، بوت فليكس ستير ويل. اه تمام، يعني هنسلوه الاول، هنطلعه نحط عليه الساتشت اللي هو الصوص، نقلبه ستير اند فراي 30 دقيقه في الطاسه، وبعد ما يخلص نحط الفليكس. ماشي ايزي، يلا بينا. تعالى نشوف الكومبوننتس بتاعته، نعمل له كده فاست انبوكسنج. هو الاختلافين اللي انا بلاحظهم حاليا دلوقتي مقارنه يعني بالاندومي ان نمبر 1 ريحته حلوه، لما فتحته ريحته حلوه، شايف ازاي الفيحه حلوه، من يعني التوابل كلها مقفوله كل حاجه متغلفه، بس طبعا دي حبات بتبص في كل حته فريحته حلوه. تاني حاجه ان النودلهيه نفسها اضخم بكتير من حجم الاندومي، فهتحسها ايه ممكن تكون نودلز على حق شويه. طيب نحط دي كده على جنب ونبص على السوسات. دي هي ماشي تمام، دي كده الفليكس اللي هي السبايسي فليكس ماشي حلو قوي، وده الصوص الجبار ده كتير باين ان هو كتير. تمام ماشي حلو قوي، ماشي نسلق المكرونه. مش عارف كيس ده ارميه ولا ايه يعني، ده ب 50 جنيه الصراحه، ممكن اخده بروزه عندي في الاوضه. حطها في ميه مسلوقه، تسيبها ما تستوي ونرجع لها تاني. بدات تفك اهي. تمام ماشي كفايه قوي عليها كده، نقفل النار ونفضي الميه، وبعد ما صفينا الميه نحط الحله على النار تاني ونفتح البتاع الصوص ده ونحطه دلوقتي عليه. نشم ريحته كده شوف ريحته عامل ازاي. ما شاء الله، لا جامد، لا شحته قويه. خد شمه ثانيه كده. دي امي. ماشي، لا هو حرق الصراحه. ده ايه يا جدعان، ده دم، بسم الله ما شاء الله، فامباير ربنا يستر، شكله هنموت النهارده ولا ايه؟ ايه يا عم ده؟ ايه يا عم ده؟ ده دم دم يعني. ماشي نقلبهم بقى 3 دقايق ستير اند فراي، اخدت اللون كويس في لحظه في لحظه، الريحة قوية. بعد كده عايزين ايه، نحط الفليكس اخر حاجة خالص، هنحط على الطبق الاول وبعد كده نحط ايه، نحط الفليكس على الطبق. هو اظن اصلا كده كفاية والطعم اتشرف في كل حتة. وقال لك سيب شوية مية تحت عشان ايه، يعني لازم مش فاكر 60 مللي ولا 600 مللي مية، حسبنا شوية مية تحت و100 مية. طيب اظن بكده تكون النودلز خلصت. ماشي يلا بينا نحطها في الطبق وبعد كده نحط الفليكس. يلا بينا نخش في جيم امونج اس، ومع كل كلايه كل ديد بودي ريبورت كل ايمرجنسي بيتنج اي حد نقتله هناخد حته من السبايسي كوريان يا نهار اسود نودلز. بوسترز 2 ايمرجنسي بيتنج 1 البلاير سبيد 1.5 ماشي جميل جميل جميل. اي ام نوت امبوستر سنت، عشان ايه يكونوا عارفين كده من اولها. كوميت ماشي، ادمن سوايب كارد يلا بينا ادمن. انا عادي ما جابها فيرست تراي فيرست تراي يلا. اطلع عليا اطلع عليا بروفيشنال جيمر امونج اس. بعد كده عندنا كافيتيريا امتي جاربج يلا بينا، امتي جاربج في الكافيتيريا. هو بس حد يقتلني كده من اولها. اكتر اكتر تاسك بحبه الصراحه امتي جاربج ده، مش عارف ليه، عشان اللي بتعمله تحت مش هصلح اللايتس، اللي بيتعمل تحت بقى تاني واحد ده بتشوف الجاربج وهي نازله في السبيس،
ثانيه هتفهموا دلوقتي انا قصدي ايه. هتفهموا دلوقتي اوعى تقفل. اثنين ماشي اثنين. بص اما تيجي تنزل الكاربج هنا اول ما تقفل بص هتلاقوها ديد بودي بوفت. ديد بودي بوفت. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا انا مش عايز حته كبيره قوي كده كتير قوي. هو وير انا كان معايا ريد وكان معايا كان معايا ريد وكان معايا مين كان معايا مين تاني هو مش وقته هو ريد فعلا. هجيب شويه ازاي؟ ازاي جبت شويه الخباء ده؟ مش فاهم مش اول مره اعمل حاجه كده. ما علينا. الكتريكال فوت ريد وخلاص. لا ريد كان معايا. سكيب 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 بسطة. سكيب سكيب ماشي. سكيب فوت يس. فاك اوف سكيب. فاك يو اول اول سكيب. اي ام داينج. اي ام سبايسي سبايسي. دارك جرين. يلا بينا. ها فوت بقى يا جماعه بليز. انا كنت هاكل. انا ليه كنت هاكل؟ ليه كنت هاكل؟ ايه ده؟ تصدق الجيوب اللي فيها فكت؟ والله حلو اهو. بقتش دلوقتي بقتش شبه اكتر ما شاء الله. يلا يا جدعان بقى ابوس ايديكم بقى. يلا يلا بتستنوا لحد اخر لحظه. سكيب از نوت مي ان الكتريكال. هو شكله والله شكله دارك جرين. انا كان معايا ريد وكان معايا يلو على ما اظن. معايا ليزا ومعايا كويكي. ماشي كله هيسكيب. يعني بص كنا هنطير امه 4-4 متخيل بيه. هو انا عملت سكيب الصراحه سو يعني ما علينا. انا مش مركز. خش الوقت. نو وان ايجكت طيب. يلا بينا. تو امبوسترز ريمينج. ماشي عندنا ميد بي. عايزين نثبت التعبه. نثبت السكان جنب حد عشان ايه؟ وانا مش حاضر مستني الصراحه ما حد يجي جنبي عشان اثبت. تعال نثبت السكان وخلاص. يلا سكان ام 7 اتش تي 37 اتش تي هايت. يعني لايم ولا لايم؟ مش ده سيان؟ اه لا ده لايم صح مش سيان. عملنا الاسكان بعد كده عايزين نروح الكتريكال. يعني هنروح نموت حالا في الكتريكال. يلا بينا. الجيم ده طبعا الواحد بيلعب بأقل قدرات عشان دوكيمي دي. وفي واحد هنا. مين اللي هنا ده؟ شكله بيفيك. شكله كده بيفيك. اسود شكله بيفيك. ماشي. انا شايف فين لا 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 بتفيك تاسك انت ولا ايه؟ بتفيك تاسك ولا ايه؟ ولا ولا تمام ماشي تمام. يلا بينا. اوكي هنعمل دي واللي بعدها لازم نروح نروح فوق خالص. مش عايز افيكس لايت. مش عارف الصراحه ما بحبش افيكس لايت. ايه اللي طالع ده فيك؟ ما بحبش افيكس لايت خالص. بحب كده الدنيا ضلمه احلى والله الصراحه. موت. ديد بودي ريبورت. احمر مات. احمر مات. احمر في احمر. احمر على ابويا بطيخ. انا شفت احمر طلع خالص. مش فاكر شفت احمر فين. نو ريد ماي فين. فين وين واي الميد باي. انا عايز ميه. عايز ميه. جيسوي ووتر. عايز ميه. دارك جرين. هو شغال كده دارك جرين. تعالوا نفوت دارك جرين خلاص. دارك جرين. فوت 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 فوت. الكتابه على الموبايل سيئه. فوت دارك جرين. مش عارف اكتب. مش عارف اكتب. مش عارف اكتب. فوت دارك لين بليز. اي ام داينج. داينج مش كده اصلا بس ما علينا. نو بليز مي ان ميد بي. شات ذا فاك اب. انا كنت في ميد بي مش شفتك. شكلك مش في ميد بي الصراحه. فوت دارك جرين. يلا عشان نخلص. بص برضه كنت هعمل نفسي كنت هاكل برضه تاني. يلا يلا يا جماعه 3 2 1 طلعنا دارك جرين. وان بوستر مين. وان بوستر مين. ها بوما. ده كان وزن البوستر. معلش تمام. يبقى كده فاضل مين؟ مش فاكر فاضل مين. فيكتوري فيكتوري. تمام عاش حلو. نخش جيم كمان. تعال نخش جيم كمان. يلا بينا. اي ام ايتينج. مش عارف اكتب خالص. سبايسي كوريان نو نودلز نودلز افري تايم ذير از ا كيل بليز دونت كيل مي.
بليز بليز دونت كيل كروميت برضه. ادمن سوايب كارد يلا واحده فيرست تراي بقى كده سوايب كارد كله بيجي على ادمن على طول كله بيسوايب كارد اول حاجه مش عايزين واحده ستاك كيل هنا بقى عشان ايه تو سلو لا 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 لسه بقول لهم اجيبها فيرست تراي باظت باظت فقرت على نفسي كسبت. بعد كده عندنا بقى ايه تاني كافيتيريا امتي بقى هو تقريبا نفس السيكم بالظبط اللي احنا مشينا بيه اخر مره كافيتيريا امتي جاربيج فضي الزباله اونكس هو بقى في شكل زباله ايه دلوقتي اصلا مبقاش فيه غالبا الزباله في كل حته مبقاش فيه اونكس دارك جرين هنا بيربل بينك بينك از سس بينك از سس سس هو بتعمل ايه كل ده بتعمل ايه كل ده مش بتاخد وقت دي عامه الصراحه يو نيفر نو نزل الزباله ها مش شفنا الزباله ابر انجن في حاجه في الكتريكال يلا نخش المود في الكتريكال ولا ولا لا 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 هيقتلني 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 مع احد طلع مش هيقتلني في الاخر مش تمام نرجع تاني الكتريكال هو بيكون قتل حد ومعاه لا كان زمان ده ريبورت كان زمان وايت ريبورت في كل تايبر ليه بترمي التاسك الثانيه في اخر الدنيا كده انا شايفه مولع شفايفي بتحرقني انا مره اكلت حاجه مشطشطه وجبت لي حساسيه في وشي وشي كله قلب نص احمر قلت له تحط زبادي بقى في وشي وحاجه كانت صعبه شويه مش عايزين نعمل ايه ديفرت تاسك كومبليت وبعد كده عندنا نوتيفيكيشن نحطها في النص بالظبط ايه تاني اوبر انجن ولا ابيض ولا ولا ابيض ت ت ت ت ديد بودي اورنج از ديد اورنج از ديد انا كنت مصص اورنج بس ما طلعش اورنج في الاخر كان لازم اقوم اجيب ميه كان لازم هو يجيب ميه في البريك ماشي مش قادر العب مش قادر العب مش قادر العب يلا انا سكيب فوت وخلاص او عايزين نطلع اي حد سكيب سكيب عشان ايه نخلص عشان نخش في اللي بعده يلا يا ريت نخلص تمام سكيب 100 انا بقي بقى ينبل ولا ايه؟ تقريبا كده بقي بدا ينبل اوبر انجن الاين ماشي فين اوبر انجن ده؟ ده اوبر انجن اهو ماشي يبقى هنا عايزين الاين هنا وننزل بقى الاين تحت كمان الكلاين ويبقى كده احنا خلصنا التاسكس بتاعتنا وهوبفلي ايه؟ مفيش ناس فيكتوري فيكتوري ازاي ما اعرفش فيكتوري خلاص كسبنا كسب ماشي خلاص بص كفايه كده كفايه كده مش هلعب اكتر من كده الصراحه اللعب في بابليك لوبيز مش لذيذ قوي بصوا احنا عشان خاطركم نقفل الفيديو على ايه على واحده كمان كده وبصوا ناخد بقى ايه ناخد بهريز الصوص كلها هناخد بهريز الصوص كلها اللي تحت بس وبكده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو لو عجبك الفيديو اعمل ثامز اب ولو مش عاجبك الفيديو ما عنديش غير حاجه واحده بس اقدر اقولها لك